كابتن علي غيط احد نجوم النادي الاسماعيلي القدامى ورئيس قطاع الناشئين الجديد ويمكن تشكيل جديد لقطاع الناشئين النادي الاسماعيلي، يمكن نطلعنا على ابرز الاسماء. اعتقد ان كل اولاد النادي الاسماعيلي موجودين، كابتن طارق زين، كابتن خالد القماش، كابتن عيد فرج، كابتن اشرف خضر، كابتن احمد الجمل، كابتن عطيه صابر، كابتن عمرو فهيم، مش عايز انسى حد، كل اولاد النادي الاسماعيلي موجودين جوه القطاع وجوه التشكيل. كابتن يمكن علي، يمكن اسامي ثقيله واسامي مدربين فنيين كبار انتوا في دوري ممتاز، انتوا رافضوا جماعه العروض في الدوري الممتاز ليهم كتير وصمموا على وجود اثنين ناشئين نادي الزمالك. هو ده ابن النادي الاسماعيلي، هم دول اولاد النادي الاسماعيلي. اما تيجي تتكلم كابتن اشرف خضر، كابتن خالد القماش لسه في اعداد الايام كانوا مديرين فنيين للنادي الاسماعيلي، النهارده بيكملوا رسالتهم جوه بيتهم في النادي الاسماعيلي. كابن بلد وابن النادي ومتربي في النادي، لما المهندس ابراهيم عثمان محترم لما يطلبك يقول لك مدير قطاع الناشئين، ايا كان كنت ماسك قبل كده مدير فني، لكن طبعا الواحد في اي مكان بيحاول يخدم النادي ويحاول يبقى له دور ايجابي بغض النظر عن المنصب اللي انت متواجد فيه، على الرغم ان في كان في بعض العروض في الفتره الاخيره، لكن بوجود مجلس اداره محترم، بوجود الكابتن براس المهندس ابراهيم عثمان، بوجود الكابتن حبيبي وزميلي والدويت بتاعي في نادي اتحاد الشرطه على غيط لما طلبني، يعني مش هتاخر ابدا يعني، فبالتالي بنحاول نقدم حاجه ونخدم النادي لحم كتفنا بخير. انا بشكر كل اسم علويه كلها قابلوني بطريقه جميله طبعا، وانا عايز اقول حاجه، اللي انا لو هقعد 20 30 سنه مش هعرف ادي حاجه هم عملوها معايا. هم عملوا اسم عمرو فهيم جامد جدا في مصر، وانا يعني يا رب بس يا رب ابقى عند حسن ظنهم واعمل حاجه صغيره للنادي الاسماعيلي عملها معايا. يعني مفيش حاجه جديده ولا حاجه بالنسبه لي ان انا ابقى مدرب قطاع ناشئين. انا من السنه اللي فاتت شغال في قطاع ناشئين وماسك فرقه 97 الحمد لله، يعني الموضوع بالنسبه لي كان يعني كانت بدايه موفقه السنه اللي فاتت، وان شاء الله تبقى تكمل على خير السنه دي ان شاء الله مع المجلس الجديد ان شاء الله باذن الله. مرحله جديده بنداخل بيها النادي، مجلس اداره جديد، من حقه المجلس اداره انه يضيف وجهه نظره بالاسماء اللي هو الاسماء كلها. كابتن علي غيط هو اللي رئيس قطاع حاليا، كابتن اشرف خضر مدير الفني البراعم، والقماش مدير فني الشباب والناشئين، فاخواتك بيكملوا مكان انت كنت فيه سنتين بذلت فيه اقصى ما عندي. واعتقد ان اللي عايز يقيمهم الاسماعيلي اللي كان في اسكندريه لسه راجع ب 27 لعيب، ليا 13 لعيب قطاع الناشئين جوه الفرقه مرانوا دلوقتي. احنا جايين نشتغل في النادي الاسماعيلي بدون مقابل، حب في بيتنا وحب في نادينا. يمكن لما مجلس الاداره قال لك اولاد النادي يبقوا موجودين في النادي، احنا رحبنا بدون اي مناصب داخل النادي الاسماعيلي. احنا جايين نخدم، جايين ننجح النادي الاسماعيلي ونساند مجلس الاداره، لان هو فعلا مجلس الاداره جاي يشتغل وجاي يتعب عشان يصلح من حال النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي خيره علينا كلنا، النادي الاسماعيلي اكبر من اي حد، عشان كده كل اولاده صدقني بيتعرض عليهم اي حاجه، مفيش حد بيفكر. انت ممكن يجي لك عرض من اي حته بتبتدي تشوف وتحسب لكن لا، النادي الاسماعيلي ما بتفكرش هتشتغل فين. وبعدين خصوصا ان فعلا احنا حاسين بقيمه حتى الحته اللي تحت دي. كابتن عاطف يقول لك احسن لعيبه في النادي الاسماعيلي كنا بنشوفهم وهم صغيرين. مفيش مستحيل بالنسبه للنادي الاسماعيلي ان شاء الله، وطبعا لما يكون مجلس اداره برئاسه المهندس ابراهيم عثمان احنا يعني بنامل ان شاء الله في المرحله القادمه ان احنا بالتاكيد هيكون في عنوان عريض للمرحله، هو الانضباط والالتزام داخل قلعه الدراويش. في اهداف عريضه بنحطها لمجلس الاداره، بنحاول جاهدين ان احنا نحقق البسمه للجمهور المحترم اللي احنا شايفينه ده، اللي جاي يؤازر الفريق ويؤازر مجلس الاداره.